أفضل حافز للدراسة هو الطعام. ميس سميث أستاذة في التنكر، والمسكين يوريك هو رفيقها الدائم. يوريك هو أفضل مكان لإخفاء الحلويات. يلا نلبسوا النظارات ومحدش هيشك في حاجة. ميس سميث بتشرح بسرعة كبيرة، هنحتاج قوة خارقة عشان نتماشى معاها، لكن جيسيكا عندها كوريكتور خارق لإصلاح أخطائها. ووجبات خفيفة خارقة عشان تفضل منتبهة، نلزق قلب جليتر مدورة في عبوة الكوريكتور، ندهنها بلون أساس أكريليك أبيض، نلزق استيكر كوريكتور طويل على عبوة الكوريكتور والعلبة، نضيف الزبيب المتغطي بالشوكولاتة في العبوة، نقفل الغطا. هاي جيس، هو في حلويات في عبوة الكوريكتور؟ لا يا روزي، انت اكيد بتتخيليها، مفيش غرفة سرية هنا. وانا هاكل كل الحلويات لوحدي. ميس سميث بتراقبهم دايما للتأكد من انهم ما بياكلوش ولا وجبة واحدة خفيفة في فصلها الدراسي، لكن البنات بيعرفوا ازاي يخدعوا النظام. رقائق انبوبة الصمغ مش هتخزلكم. نقطع العجلة السفلية لانبوب الصمغ فاضية، نشيل العمود الداخلي، ننظف الناحية الداخلية تماما، نلزق قطعة سفلية تاني بصمغ سخن. نرش رقائق برينكلز بالمية، نستنى من 10-15 دقيقة لحد ما الرقائق تتشرب، ونستخدم أنبوب الصمغ لقطع الدوائر. نجفف الرقائق الصغيرة في الفرن ونحطها في الأنبوب. الرقائق الصغيرة لذيذة جداً. أفضل جزء هو ميس سميث ما عندهاش فكرة. أنبوب الصمغ مش متوافق مع الماركر بتاعي. نقطع الجزء العلوي من القلم الماركر والغطا باستخدام سكينة سخنة. نعمل قاعدة بالصمغ السخن. نلزق الغطا على عبوة من الحلويات. نفتح الجانب التاني من العبوة وناكل قطعة حلويات واحدة، ونحط الجزء العلوي من القلم الماركر جوه، نلزقه بشريط لاصق، نلون الماركر المسكر بطلاق أكريليك. ونضيف علامة تجارية وشعار. جيسيكا حبت تفتح الحلويات بشكل درامي، لكنها ما نجحتش. دي مجرد حلويات ميلر في الآخر، على الأقل هما لذاذ. ميس سميث بتظن إن محاولات البنات لإخفاء الأكل مضحكة جدا. اتعلموا من الأستاذة، انتوا مبتدئين، مش هتخمنوا أبدا إيه هو المخفي داخل كوباية الأقلام دي. ندهن عبوة أنبوب كرتونية بلون أساس أكريليك أبيض، نلونها بينك، ونلزق صورة لطيفة لدببة. نغطي كفوف والقلوب بالصمغ ونرش جليتر عليهم. نشيل الزيادات. نحط كان كوكاكولا في الأنبوب. نملأ بقية المساحة بالأقلام الرصاص ونضيف شاليموهات. ميس سميث بتشرب من المقلمة مباشرة. دي فيها إيه؟ عصير أقلام رصاص؟ محدش عنده أي فكرة إن في علبة كوكاكولا في الداخل. هي دي الطريقة اللي نهرب بيها الأكل جوه المدرسة. روزي طلعت ألوان الشمعة بتاعتها. طب وبعدين؟ دي مجرد أدوات مدرسية. لا، إزاي؟ الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الداخل. نلف قطع أوريو في الفويل،
نضيفها في علبة ألوانشا مع كرايولا فاضية. صندوق واحد من ألوان الشمع فيه عدد كافي من الكوكيز لاستمرارك ليوم واحد. فكرة عظيمة! طعم أوريو ألوان الشمع أفضل من الأوريو العادية. إزاي ممكن نخلي البنات يشاركوا في الفصل بالطلوع للسبورة؟ نعمل قطع مغناطيس حلوة مخصوص علشانهم. نلون برطمانات صغيرة مدورة بلون أساس، بعدين نلونها بألوان زاهية. نكتب حروف كبيرة على الغطاء، نغطيها بطلائع الأظافر الشفاف. نلزق قطع المغناطيس في أسفل البرطمان. نملى برطمان منهم نوتيلا ونحط كوكيز صغيرة في التاني. أخيراً تلاميذي هيجاوب على أسئلتي. المنافسة شديدة. روزي تعالي على السبورة، ده اللي روزي عايزاه علشان هي بتحب النوتيلا مع كوكيز. حصة الفنون، ليه نستخدم ألوان عادية إذا كان ممكن نستخدم ألوان إم أند إمز اللطيفة بدل منها؟ نفرز حبات الإم أند إمز حسب اللون، نضيفهم في عبوات ألوان نظيفة. نلزق استيكرات مطبوعة زي لون الحلويات. نعلم الأغطية بنفس الألوان وشعار الحلويات. ندهن علبة ألوان بلون أصفر ونضيف الحلويات في الداخل. ميس سميث بتحب إم أند إمز هي كمان. من فضلك اتفضلي. الحلويات دي ليها تأثير جانبي واحد، الرقص. 5 دقايق من الاحتفال في الفصل والجميع اتبسطوا مرة تانية، حتى ميس سميث بترقص معانا. ودلوقتي نرجع للتعليم. أخيراً جه وقت الغداء. أهلاً بالطعام اللذيذ. وصاحبتي طلعت النوت بوك. أنتي لسه بتذاكري؟ طيب والغدا؟ اهدي. أكلي النهاردة هو نوت بوك جيلي، والقلم ده هو المعلقة الخاصة بيا. نضيف جيلاتين وسكر الفانيليا في حليب دافي، نخلطهم كويس. نصب الخليط في قالب بحجم نوت بوك مع وجود حواف. نبرده لمدة ساعة. نلزق القالب الجيلي في غلاف النوت بوك، نقفله ونلزق عليه ستيكر. نقطع معلقة بلاستيك ونلزقها في أسفل القلم. لما كنت بستمتع بغدايا الطبيعي، صاحبتي كانت بتاكل النوت بوك. إحنا عندنا أذواق مختلفة. ميس سميث بتقفز بخطواتها التعليمية بجد. أنا مهتمة جداً باللي بتقول لدرجة إني مضغت نص قلمي الجاف، لكن جيسيكا عندها طريقة لمساعدتي. أقلام جاف بالحلويات. نلف كاندي عرق صوص كبيرة لحد ما تبقى مدورة. نقطع جزء من حافة الحشو. نشيل الأنبوب من الماركر ونضيفه بقطعة من المارشميلو. نقفل قاعدة الشاليمو بالصمغ السخن ونضيف الأنبوب الصغير في الحلويات. نغطيه بغطاء الماركر. نسن قطع رفيعة من الأرقسوس على جانب واحد ونقصر أنبوب قلم جاف ونقفلها بصمغ سخن. نركب الأنبوب في الحلويات ونقفله بغطاء قلم بلون مختلف. نعمل مجموعة أقلام. دي بجد هدية مفيدة. مضغ الحلويات أفضل لأسناني بكتير من قطم البلاستيك.
وجيسيكا بتمضغ قلم ماركر مصنوع من الحلويات برضو، لكن لسه بيشتغل. ميس سميث عندها حاسة سادسة للحلويات، لاحظت فوراً إن في حلويات سكيتلز مستخبيين في المقلمة. نقطع الغطا والرقبة من إزازة غسيل منظفات بلاستيك نظيفة، نلزقها في أنبوب كرتون مقصوص من بكر المناديل، ونلزق مقلمة على الناحية التانية، ندهنها بلون أساس ونلونها بينك. نلف الأشكال الدائرية من الصلصال الخفيف متعدد الألوان بنفس شكل السكيتلز، نلزق شعر سكيتلز على الأنبوب، نثبت الحلويات الصلصال. ونصب سكيتلز حقيقية في الغطاء. يلا نشوف المقلمة دي. ها، كنت عارفة. يلا بينا، انتهاء قواعد الحلويات. مش مسموح لك ان يكون معاك سكيتلز في الفصل. ميس سميث واجهت طلابها واكلت كل حلوياتهم. ايه اصوات الطرقعه دي؟ دي جيسيكا بتمضغ لبان في الفصل. هي خرجي اللبانه حالا. لكن جيسيكا بقى معاها لبانه جديده فورا. انتي بتجيبي دول منين؟ بسيطه الحقيقه، من القطر البينك الناعم بتاعي. نوصل قطع اللبان من نفس اللون مع بعض، نفردها في طبقة رقيقة، نفك أجزاء القطر، نقطع اللبان على حجم النصل، نفتح فتحة بالقرب من القاعدة بشاليموه، نستخدم سكين لعمل علامات صغيرة، نحط اللبان في التلاجة، ندخل شفرة اللبان المبردة في جسم السكين الحقيقي، جيسيكا بتبلع نصل السكين زي ساحر السيرك. واو، ايه الخدعة دي؟ عجبتكم مهارات المدرسة الحياتية اللذيذة؟ يبقى عرفونا في التعليقات انهي انواع اكل هتهربوها للفصل بدل الادوات المدرسية. وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة بتاعتنا وتدوسوا على علامة الجرس علشان ما يفوتكمش مهارات حياتية جديدة للمدرسة من تروم تروم.